القبطية هي ماريا بنت شمعون القبطية، إحدى أمهات المؤمنين، أنجبت له صلى الله عليه وسلم ثالث أبنائه الذكور إبراهيم الذي توفي وهو طفل صغير. وكلمة قبط كان يقصد بها أهل مصر، أهداها للرسول الملك المقوقس حاكم مصر سنة 70 للهجرة. وكان أبوها عظيما من عظماء القبط، كما ورد على لسان المقوقس في حديثه لحامل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. حياكم الله، تحية طيبة ولقاء طيب يتجدد مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا اليوم مع امرأة انتقلت نقلة عجيبة من العبودية إلى أن تكون في بيت النبوة. اليوم سنتحدث عن القبطية ماريا، ماريا بنت شمعون. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى بدعوة الملوك، أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى عظيم القبط ومعه رسالة، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى عظيم القبط: أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لما حمل حاطب بن أبي بلتعة ذلك الكتاب وذهب به إلى مصر، استقبله عظيم القبط استقبالاً لم يكن لأمثاله، فكان عادة الرسل أن يقفوا بباب هذا الملك الشهور ذوات العدد، لكن حاطب لم تتجاوز مدة انتظاره الأيام الخمسة. دخل إلى عظيم القبط وقال له: إنك لن تدع دينك إلا إلى دين خير منه، وإن بشارة موسى بعيسى ما هي إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم نظر عظيم القبط بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلبه وقال لحاطب: ما رأيته يدعو إلى مزهود به ولا ينهى عن مرغوب فيه، وإني كنت لأنتظر أن يخرج نبي آخر الزمان من الشام. ثم أمر أن يوضع الكتاب في العاج ويغلق، ثم كتب كتاباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكرم رسوله وأرسل له الهدايا. أرسل مع سيدنا حاطب جاريتين وعبداً وبغلة وحماراً وذهباً وثياباً، لكن كل ذلك لم يكن بميزان النبوة بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد إسلام هذا الرجل. على كل حال، أرسل الرجل بجاريتين، أما الأولى فاسمها ماريا وأما الثانية فاسمها سيرين. على الطريق لا زال يعمل حاطب بن أبي بلتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، فما زال بالعبد مأبور وماريا وسيرين حتى أسلموا. جاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلموا، ومعهم ما حمل من عظيم القبط. النبي صلى الله عليه وسلم نظر في السيدة ماريا، إنها امرأة جميلة، فاستأثر النبي صلى الله عليه وسلم بها نفسه، وأهدى سيرين إلى حسان بن ثابت. عائشة حبيبة رسول الله تنظر إلى السيدة ماريا، تعرف ما يعجب زوجها، تعرف كيف الجمال الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماريا امرأة جعدة متكاملة بيضاء، هذا الجمال النادر في جزيرة العرب. أجلسها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض البيوت، وكانت سريته، يعني يتسرى بها صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يختلف إليها عامة الليل والنهار، فغارت النساء منها غيرة شديدة، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت رحلة المضايقات. انتبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشأن، شأن النساء، فحول السيدة ماريا إلى عوالي المدينة في مكان يسمى فيما بعد مشربة أم إبراهيم. أذن الله لهذه المرأة الصالحة أن تنجب للنبي ولداً وهو إبراهيم، في حين أنه لم يؤذن لأحد من أمهات النبي أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالإنجاب في تلك الحقبة. فتعلمون أن كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم هم من السيدة خديجة، وإبراهيم فقط من السيدة ماريا. تكحلت عينا النبي صلى الله عليه وسلم
بهذا الولد وبدأت رحلة الرعاية والرفق، واسترضع النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم كما كانت هي عادة العرب. لكن الفرحة لم تكتمل، ما عاش إبراهيم إلا سنة وبضعة أشهر لا تزيد عن 4 فيما تقول بعض الروايات، حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ولده، إن العين لتحزن، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. بركة هذا الولد كانت على أمه، فكما يروي ابن عباس مارية أعتقها ولدها إبراهيم عليه السلام. رضي الله عن السيدة ماريا، ورضي الله عن أمهات المؤمنين، وجمعنا بهم إن شاء الله في أعلى عليين. الأحباب كان سيرة العمان زاد.